السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأساتذة الأفاضل أبنائنا طلبة. ورشتنا لهذا اليوم مناهضة العنف ضد المرأة، تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة وداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. والآن لنستمع إلى الشيخ شهيد العتابي ونشوف رأيه في ضرب المرأة، ضرب الرجل للمرأة. فنستمع معا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فأي رجل لطم امرأته لطمة مو أزيد، لطمها لطمة، أمر الله عز وجل مالك خازن النار، خازن النيران، فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في نار جهنم، 70 لطمة في نار جهنم. وأي رجل منكم وضع رأس يده على شعر امرأة مسلمة، هسه وضعها بالضرب، هسه سياق الكلام يقول بالضرب، نفتهم بالضرب، وضع رأسه ويده على شعر امرأة مسلمة، سمر كفه بمسامير من نار، يعني يدقون بسامير من نار على كفه. هسه بعد سياق الحديث يقول بمن وضع يده على شعر امرأة مسلمة، لربما بالزنا أو أيضا مقصود الضرب والأذية. فمن لطم وجه امرأته لطمة أمر الله مالك خازن النيران فيلطمه على حر وجهه 70 لطمة في النار. ومن وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمر بمسامير من نار، نستجير بالله من ذلك. فنوصي عوائلنا أن الله خلوا الله بين عيونكم، وكل شيء قاضي، الأعمار قاضية، وكل شيء قاضي بالدنيا، ما يبقى ما يدوشي، وما تسوى، وداعتكم والله ما تسوى الدنيا.